السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخير؟ قصة جديدة، ولكن قبل ما نبدأ في مقطع اليوم صلوا على الحبيب وعلى أشرف الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صليتوا على الحبيب، لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة. الاشتراك اللي ما راح يتعبك ولا راح ياخذ منك جهد ولا وقت ولا والله، كذا بس تيك 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 خلاص. اشترك وفعل جرس التنبيهات وانتظر كل مقطع جديد. اليوم عندنا قصة جديدة، قصة عظيمة لأبعد درجة، والعظمة لله سبحانه وتعالى. قصة على ما طلبتوني أنتم، اللي هي عن الدارك ويب. دارك ويب أخطر مكان ممكن يتواجد فيه الإنسان أو يتواجد فيه أي شخص موجود حول العالم. اللي ما يعرف إيش معنى الدارك ويب، توجد فيه أخطر منظمات العالم. الدارك ويب مكان مرة خطير. أقول لكم قصة شخص، قصة الشخص هذا لو أقدر أروي عليها روايات أو أفلام راح أسويها حرفياً. طبعاً قريت القصة هذه يا جماعة الخير وأنا جاي اليوم في الطيارة. قلت والله العظيم إن هذه القصة يبيلها كاميرا ومايك وقهوة اليوم. والله العظيم إني على ما أقوله شهيد. استمتعت في قراية هذه القصة لين وصلت إلى أرض الوطن. خلني أقول لكم قصة اللي متحمس ولا أبغى أنسى أحداثها. نبدأ في قصة اليوم. قصة شخص اسمه جون يا جماعة الخير. جون هذا من أيام المتوسط وأيام الثانوي كانت درجاته مرة عالية. والقصة هذه ترجع لعام 2003 للشخص هذا جون يا جماعة الخير. أول بداية نشأته أهله كانوا يقولون هذا الشخص غريب، تصرفاته غريبة، أسلوب كلامه ونطقه كأنه شخص كبير، يعني يوم كان في الابتدائي كأنه في الثانوي. ولكن ملامح جون كانت صغيرة لأبعد درجة. كان يعاني من مرض اسمه الأنيميا، والمرض هذا خطير ترى مرة، والله يشفي كل من مصاب بهذا المرض. في يوم من الأيام هذا الشخص اللي اسمه جون، طبعا يا جماعة الخير نسيت أعرفكم على جون. جون يا جماعة الخير صيني بالأصل، اسمه ما أدري شو ينطق، ولكن يلقبونه في المدينة اللي سكن فيها الجديدة يلقبونه جون. طيب وين سكن يا أسامة؟ كان يدرس مرحلة الثانوية في الهند، مرحلته اللي طلع من ثالث متوسط إلى أولى ثانوي، انتقل للهند وعاش حياته كلها هناك. ولكن في بداية نشأته في الهند راحوا معاه أهله أمه وأبوه. طبعا أي شخص راح يسافر راح ياخذ معاه أمه وأبوه في أول شهر شهرين بس، مثل ما يقولون يجسرونه أنه يكون عنده يعني قوة، لأن الولد توه صغير. بس عطوه أول شهر شهرين قالوا له خلاص يا جون حنا لازم نرجع لبيتنا أو نرجع للبلاد، وانت تكمل حياتك هنا وتدرس، لأن المدرسة هذه الموجودة في الهند كانت دائما تستقطب الناس اللي عندهم علم لأبعد درجة، يكونون مرة بروفيشنال، عقولهم الايكيو عندهم 300-400. جون تركوه أهله هناك وصار يعيش حياته في الهند. الفصل الأول، بين الفصل الأول والفصل الثاني في دائما اختبار اسمه تحديد مستوى، ولكن مو بذيك الصعوبة، هذا بس يعطونه للطلاب. يكون اختبارات الفصل الأول يختبر فيها الطالب يشوفون درجاته. طبعا في مدرسة ذيك يا جماعة الخير كانوا أغلبهم من الجنسية الهندية، ما في إلا ثلاثة جايين من برا، جون من الصين ومعاه شخص إيطالي ومعاه شخص من العراق. طبعا هذول مجتمعين الثلاثة ودائما يشتغلون مع بعض، واجباتهم مع بعض وكل شيء مع بعض. طبعا إذا ما تدرون ترى الهند فيها تقدم في العلم بشكل مرة كبير، تقدم غير طبيعي، عندهم العلم نمبر 1. تحصل منهم الدكاترة، تحصل منهم كبار المهندسين، تحصل منهم برضو يا جماعة الخير المبرمجين. طبعا الطالب في مرحلة الثانوي هناك ينظر انه بعدين راح يصير دكتور او راح يصير شيء كبير في المجتمع، يعني في مراحل دراسية ثانوي بكالوريوس بعد ماجستير بعد دكتوراه، بنسبة 70% الكل راح يتوجه للدكتوراه الا الثلاث اشخاص هذولي، بس كانوا يبغون ينهون مرحلة الثانوي ويرجع كل واحد لبلاده. كانوا عايشين مع بعض الثلاثة ذولي وماخذين الوضع يعني اخوة مرحلة الدراسة، يتعلمون سوا ويدرسون سوا، كل واحد كان مميز بشيء. جون يا جماعة الخير أمور البرمجة كانت عنده مرة كويسة، كان في ذاك الوقت يسوي صفحات للويب، صفحات عادية، كان ينشئ متاجر ويبيعها وشغلة يعني كان زي ما تقول بيسك، شيء بسيط، ولكن الشخص في المرحلة الثانوية يعتبر هذا الشيء مرة مميز، ولكن بسيط للمرحلة الجامعية. المهم الشخص الإيطالي كان يا جماعة الخير يتميز بالكذب. شلون يتميز بالكذب؟ إيه نعم، في ميزة اسمها ميزة الكذب، يحتال عليك وأنت ما تدري، وتعابير وجهه كانت دائما تعطي إنه هو شخص صادق مخيف. هذه الشخص مخيفة. يا سلام، في احد المواقف يقول جون في موقف حدد لي ان هذا الشخص كان مره ذكي والاي كيو عنده عالي. يقول في يوم من الايام قررنا نفطر وبعدها نروح الله يسلمكم للثانوي، نروح المدرسه ندرس. طبعا كان معهم سياره يتنقلون فيها، يقول اصلا نوادر اللي معهم سياره في الهند. يقول لكن حنا معنا سياره حقت الشخص الايطالي هذا، سياره عاديه مره. يقول في يوم من الايام افطرنا وتاخرنا بالفطور كذا وجينا وخلاص بنحرك يلا امشوا بنروح المدرسه. الشخص الايطالي هذا سوى حركتين غريبه بينت الجون ان
هذا الشخص عنده الاي كيو مره عالي. نسم الكفر حق السياره شوي، استغرب جون يقول هذا ليه نسم الكفر، وركب السياره ومشى لين عند المدرسه. طبعا التاخر هناك ممنوع بشكل كبير. قبل ما يدخل المدرسه وسخ ملابسه، هذه الحركه الثانيه. دخل المدرسه هو اثنين من اخوياه اللي قابلهم مدير المدرسه اللي هناك. تعرفون الناس يعني اسالوا اي شخص فوقه مثلا مدير من الجنسيه الهنديه دائما عند النظام. قابلهم قال ايش فيكم متاخرين، رد عليه الايطالي هذا وقال لا ان تعطلت علينا السياره وهذه ملابسي قدامك وسخه وشوف الكفر اصلا اللي ركبته منسم. مدير ناظر كذا من بعيد وناظر ملابسه قال اوكي اليوم معكم عذركم تفضلوا. من هنا جون عرف ان الشخص الايطالي هذا مره 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 الاي كيو عنده عالي. طبعا روح للشخص العراقي، الشخص العراقي هذا فيه ميزه اللي هي ميزه المواجهه. وشلون ميزه المواجهه؟ يعني شفتوا الشخص اللي يدخل في عينك ولا يراك شيء ويفوز في النقاش وفي اي حوار يدخله، مثقف لابعد درجه. كان يقول جون ان شخصيته مره رهيبه الشخص هذا، يقول كانت تنقصني الله يسلمكم شخصيه الشخص العراقي وشخصيه الشخص الايطالي عشان اكون شخص بيرفكت في الحياه، مثقف والثاني عنده حسن تصرف. وجون نفسه مبرمج ويفهم الله يسلمكم في لغه البرمجه والاشياء هذه. المهم يقول هذا اللي لاحظه جون لين مرحله الثانوي. كانوا الثلاثه ذولي من اخوياه مع بعض ويعيشون مع بعض ويروحون مع بعض واكل مع بعض وفندق وحياه مع بعض، حتى في الصيفيات يسافرون مع بعض، واذا رجعوا كل واحد لاهله برضو يا جماعه الخير كانوا منصفين ويتعادلون مع بعض في اي شيء يصير لهم او اي شخص يحتاج شيء يمدون له العون. في مرحله مراحل اخر سنه ثانوي في اختبار يحدد وين المكان اللي راح تروح له من ناحيه الجامعه. قال خلاص تبغى شهاده الثانوي لازم تختبر الاختبار هذا اجباري، لازم تجيب فيه معدل عالي. الاختبار هذا موجود عندنا باسم قدرات وتحصيلي، ممكن يكون ستيب او ايلتس او الى اخره. قرر يختبرون كلهم. جون يا جماعه الخير اختبر وتعدى المرحله اللي راح توديه للبرمجه ومعلومات الحاسب والامن السبراني والى اخره. الشخص الايطالي اختبر الاختبار المخصص لتخصصه، كان تخصصه كيمياء واختبر ومشت اموره. الشخص يا جماعه الخير العراقي اختبر وسبحان الله ما نجح، على انه كان يقول جون الشخص هذا انا كنت متاكد انه راح ينجح في كل شيء، ما توقعت انه راح يرسب في الاختبار هذا. كلهم اختبروا ورجعوا وطلعت درجاتهم، كل واحد يقول انا نجحت، والا العراقي هذا قال انا ما نجحت والله، لازم اعيد الاختبار بعد شهر. جون شلون كيف تبغى نقعد معاك؟ والشخص هذا قال لا، كل واحد يرجع لمدينته وانا راح اكمل هناك. يا سلام. جون وجع قلبه شوي على خويه لانه كان يحبه، قال ارجع واخليه ولا اقعد؟ بس صدقون شكلي بروح وبشوف الوضع في البيت ويمكن ارجع له. خذ جون اغراضه وخذ الشخص الايطالي اغراضه ومشى، وجون خذ اغراضه ومشى عشان يقابل هلا ويبشرهم. جو وحصلهم مسويين له حفله وفرحانين فيه ويحتفلون فيه، ولكن جون واجع قلبه على خويه. المهم بعد كذا 3-4 ايام جون قال ما دهله انا لازم ارجع لان في خويه يحتاج اني اساعده. فرجع يا جماعه الخير عند خويه، ورجع الخويه انصدم. وش جابك؟ خلاص انا جاي هنا اغير جو وابغى اقعد معاك برضو، ما طفشت منك يعني، موجز كلامه. مشت الامور وهدت الامور وقعد معاه، وقعدوا يراجعون سوا عشان الاختبار حق الشخص هذا. المهم استمروا في الدراسه وكل واحد يشرح للثاني. الاختبار هذا يا جماعه الخير فيه من كل فصل في شيء، او من كل علم في شيء، مثلا الحاسب في شيء، الرياضيات في شيء، الكيمياء في شيء. المهم يبغون يحددون قدراتك وانت مخك وين يوديك. هل انت طب؟ هل انت برمجه؟ هل انت اي شيء؟ هل انت مهندس معماري؟ هل 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 هل. المهم ذاكر واختبر الاختبار الثاني، ولكن للاسف يا جماعه الخير ما نجح. نعم ما نجح، اختاروا له تخصصات ثانيه وهو ما يبغاه. عشان يعطونا الشهاده حقه الثانوي بالمسار اللي هو يبغاه لازم برضه يختبر المره الثالثه. الاختبار المره الثالثه بعد 6 شهور، يعني راح يروح عليه وقت كبير مره. يقول جون يا اخي الشخص هذا ذكي مره، كنت اتمنى اخذ المواصفات اللي فيه، ولكن في لحظه الاختبارات الشخص هذا مختلف نهائيا. اتوقع في ناس كثير نفس خوينا هذا. المهم رجع الشخص هذا للبيت وزعلان وقاعد يقول ميت جون يشكي للحالة كذا. هو قاعد يشكي له جون طلعت راسه فكرة، قال اسمع شوف بنسوي شيء وهو مخاطرة، ولكن لو صار ونصدنا لازم ننحاش بأقرب وقت، وإذا نجحنا راح نصير شيء رهيب مرة. هنا بدا الاكشن الحقيقي يا جماعه. قالوا شلون؟ وش الطريقه؟ وش راح تسوي؟ وش الاسلوب اللي راح تسويه؟ يعني علمني وش راح تسوي؟ راح تسوي لي؟ قال اسمع الخطه كالاتي، انا راح اوقف معاك في الشغله دي، ولكن راح اطلب منك اشياء تسويها عشان تنجح الشيء هذا ينجح. قال وش تبين اسوي؟ علمني وش تبي اسوي؟ قال ابيك تجيب لي صوره من الصفحه المخصصه بالنظام الداخلي. كيف صوره مخصصه من النظام الداخلي؟ راح اقول لكم كيف. صوره النظام المخصص لادخال الدرجات. طبعا اي جامعه او اي ثانويه أو
أو أي مدرسة على وجه الكون كله. في نظام داخلي كذا مصمم هو يبغى بس الشكل، يكون في يوزر وباسورد يدخل المدرس عشان يدخل درجاته. بس جيب لي صورة من الموقع وأنا راح أصمم موقع فيك وأرفقه في كمبيوتر المدرسة، وإذا صدت الله يسلمك الباسورد واليوزر حق الحساب راح أقدر أعدل في درجاتك. شلون؟ كيف؟ حطني يوم أفكر وإن شاء الله برد لك. يوم كذا يومين قال لا أنا موافق وبدت الخطة. قال وش نسوي أول شيء؟ قال عندي الموضوع. مثل ما قلت لكم الشخص هذا عنده حسن التعامل، عند الاي كيو 300 مليون. أيوة يا جماعة خير، هنا سووا خطة. الخطة هذه كيف بدأت؟ جون علم خويه وقال له اسمع أبيك تدخل وانت عاد بحسن تصرف، ولكن ادخل للأستاذ وقل له عندي مشكلة في الدرجة أبغاك تراجعها. باللحظة اللي هو يقعد على الجهاز يراجعها أبغاك تتصل علي بس اتصال واحد، إذا اتصلت علي اتصال واحد أنا راح أقطع الإنترنت من داخل المدرسة، يعني راح يروح عند المدرسة ويتبع الإنترنت وأنا فيه ويطفي المودم حقه. المهم قال له خلاص تمام. كان الجوال في يد خوينا هذا، ويدخل يا جماعة الخير ويروح عند الأستاذ، أستاذ أنا عندي المشكلة، مثل ما قلنا الشخص هذا كان يتميز بحسن التصرف بشكل مرة كبير. أستاذ أنا عندي مشكلة في الدرجة الفلانية هذه، أتمنى إنك تراجعها. قال الأستاذ أوكي من حقك ما في مشكلة، قعد خلاص ما في مشكلة. قعد على الجهاز الأستاذ توا بيضغط، دخل على الصفحة اللي يتصل على خويه، خويه يقطع الإنترنت، الأستاذ وقف الإنترنت. عيل الأستاذ وين بيروح؟ يروح الله يسلمكم يشوف الإنترنت وش فيه ليه ما دخله. في اللحظة هذه بالجوال صور الشاشة حقت النظام، أول ما صورها إلا على جهة الأستاذ بعد ما شبك الإنترنت وشيء، قال لا الدرجة مضبوطة ما فيها أي شيء. قال أوكي خلاص يعطيك ألف عافية أستاذ، وطلع من المدرسة. تمت العملية بنجاح، خذ الصورة وعطاها جون. جون قاعد يصمم موقع نفس نسخة طبق الأصل، نفس حق المدرسة هذا بالضبط. مثل ما قلت لكم يبغى يسوي صفحة فيك عشان ياخذ اليوزر والباسورد ويدخل فيها جماعة الخير. راح وجاب وصمم صفحة، بعد ما صمم صفحة الحين كيف يحط الصفحة هذه في الكمبيوتر هذا أو كيف يغرسها في النظام، بما أنه وصل مودم الإنترنت يقدر يوصل لجميع الشبكات، يعني أكيد الكمبيوتر الرئيسي موجود هناك. دخل على النظام الأساسي ودخل الصفحة هذه بطرق من الطرق على الجهاز هذا. الآن بدال ما تزود الشكة جون قال أنا بروح المدرس وبسأله عن الدرجة حقتي. راح له قال له أنت أصلا متخرج، ليه جاي تسألني؟ أنت خلاص تخصصك برمجة. قال له ما جتني رسالة، وقام يعترض عليه. قال له الحين أتأكد بسم الله، ويدخل اليوزر ويدخل الباسورد انتر. الله، أول ما ضغط انتر المعلومات كلها تخزنت عند جون. قال له لا أنت متخرج. لاحظ المدرس هذا الصفحة معلقة، قام حدث الصفحة ودخل النظام من جديد ودخل زي السلام عليكم. كانت الصفحة الأولى صفحة جون، الصفحة الثانية كانت الصفحة الرئيسية، معلومات اليوزر والباسورد موجودة عند جون. في شيء لازم تعرفونه، النظام هذا ما تقدر تتصل فيه عن بعد، النظام هذا من داخل المدرسة، يعني اللي يبغى يدخل النظام لازم كمبيوتر مشبوك في المدرسة، لازم داخل شبكة المدرسة. قام تطفل جون ودخل بالجهاز حق المدرسة وشبكة ودخل للنظام، حصل شيء ثاني. الشيء هذا يقول انه ما راح يسبب له مشكلة مرة، وما راح يحطهم في تساؤلات ولا حد راح يدري عنهم، اللي هو تسريب أسئلة الاختبار القادم. يا سلام يا سلام، تم حصلت التسريب، ايش رايك تاخذ التسريب هذا والذاكرة وبعد 6 شهور تختبر وتاخذ الشهادة، ولا تبي ارفع درجاتك وبعدين نروح فيها ويشلون الحكومة والإنتربول يطلبنا ومشاكل كبيرة؟ قال أقول خذ نسخة من التسريبات والأمور زينة إن شاء الله. أخذ النسخة وصار يراجعونها. جاء الاختبار بعد 6 شهور، دخل الشخص اختبر ناقص درجة واحدة يا جماعة خير، نجح ناقص درجة، يعني مرة أوفر في الذكاء. استغربوا المدرسة، قال هذا اختبر مرتين قبل ورسب، كيف قدر إنه يجيب درجة عالية؟ لازم برضو نعيد الاختبار مرة ثانية عشان نتحقق هو ذكي ولا مو ذكي، مستحيل. وش هذا اللي ناجح في كل شيء؟ طلعت درجته واستانس شوي اللي مسك المو، قال لا لازم نختبرك اختبار مره ثاني، لازم تكون مقارب للدرجه اللي جبتها، يعني جبت 98 ابغى الاختبار الجاي تجيب بس 96 وخلاص وراح نرضى. قبل جايب لي 50 55 والحين جايب 90، لا في مشكله. على طول رجع للبيت اتصل على جون وعلم السالفه. الان جون رجع البلد يا جماعه الخير، واخونا في الله قاعد في المدرسه هذه يبغى خلاص يعني يختبر، سافر والحين رجع وقت اختباره، رجع قبل اختباره يا جماعه الخير باسبوع ونص. شلون ليه رجع قبل اسبوع ونص؟ عشان تعرفون ايش السالفه. قال له جون انا ترى ما اقدر اجيك، ولكن راح اعلمك الطريقه اللي راح تدخل فيها النظام، تراها مره سهله، راح تدخل النظام ما راح تصمم موقع. قال خلاص راح اكون معك على اتصال وراح اقعد عند الشبكه واشبك الجهاز حقي وادخل على النظام واطلع الاسئله. قال له ما عندك مشكله روح. قام الشخص هذا وراح للمدرسه وشبك السلك وطلع أسئلة الاختبار ومشى، خذ أسئلة اختبار معاه الله يسلمكم، ويقلب يقلب يقلب يقلب. اختبار جاب نفس الدرجة وفرق بينه وبينها درجة واحدة. هو الشخص العراقي هذا حين اختبر صدفة المدرسة، قال هذا داهية، هذا داهية مرة، نوادر الناس اللي يجيبون نفس الدرجات هذه، شلون جابها؟ كيف؟ شو الذكاء اللي معاه؟ طبعا ولا جاء 1% في عقل المدرسة ان الأسئلة اصلا موجودة عنده. بعد ما اختبر قالوا له الدرجة، قالوا له اختار اي تخصص. الصدمة يا جماعة الخير ان اخونا في الله هذا ما اختار التخصص اللي يبغاه
أبغاءه اختار تخصص البرمجة. ما له البرمجة مرة، ولكن حبها، حب الشغلة، جاه الشغف، جاه حب التعلم، حصل فيه ثمرة. قال هذا الشيء راح بعدين ينقلنا من شيء إلى شيء ثاني بعيدا عن الشيء اللي سووه، ولكن حصلوا فرصتهم. كلم جون، قال له مات جون، ترى أنا اخترت البرمجة وشبكات الحاسب والتخصصات الحاسب كلها اخترتها، وإن شاء الله يحطوني في تخصص حلو وأدرس فيه. استغرب جون، قال له يا ابن الحلال، أنت ما تحب التخصص هذا اللي تخصصته؟ قال والله التخصص هذا دخل مخي وأنا قررت أتعلمه وبتعلم في الصيفية هذه. جون يا تجيني يا أجيك ندرس سوا. الشخص العراقي هذا طبعا يا جماعة خير أهله كلهم مو في العراق، أهله كلهم في لندن، عايشين هناك وحياتهم هناك، من الناس اللي ما شاء الله معهم فلوس ومرتاحين، أمورهم المادية جميلة لأبعد درجة. حلمهم. قال له لا أنا أبغى أجيك، وأصلا أبغى أغير جو، ودي أشوف لندن. وهذا اللي اسمه جون. حرك يا جماعة خير جون وطلع للندن، قعدوا يعلمون بعض ويشرحون لبعض وقاعدين يتعلمون. لاحظ جون الفترة اللي هو قاعد يتعلم معاه إن الشخص العراقي هذا تعلم لأبعد درجة، صار متقن ويتعلم بسرعة، بسرعة فائقة مرة. يقول جون يعني أنا أقعد مثلاً 3 شهور على شغلة، هو ممكن 5 أيام 4 أيام، يعني كان عنده الذكاء شوي مرتفع. شلون هذا؟ هذا شكله يلعب علي، هذا يعرف كل شيء. يقول أشرح له الشيء اليوم يجيني مطور عليه بكرة، يعني حاط عليه إضافات وحاط عليه كل شيء. كان يقول جون هذا الشخص راح يكون خطير لأبعد درجة لو استمر في المجال هذا. جت فترة الدراسة ودرسه سوا في نفس الجامعة. بيني وبينكم جون بدت تجيه الغيرة من الشاب العراقي هذا، صار يغار منه لأبعد درجة. قال يا أخي هذا أنا مساعده قبل، أنا كنت أغششه، شلون علموني شلون كيف قدر يوصل للرتم والليمت هذا، صار فظيع سبحان الله. استمر الشاب العراقي يدرس وصار يحب الله يسلمكم إنه يتعلم، صار يحب الله يسلمكم يتعلم البرمجة وتعلم لغات البرمجة وتعلم كل شيء موجود على الحاسب، كل شيء ما لذ وطاب. يقول سنة واحدة جون ان الشخص هذا ممكن تعدى 4 سنوات من العلم، لانه يا جماعة الخير شوفوا الشغلة اذا تحولت هواية وصرت مدمن فيها تختلف نهائيا. يعني فرق بين المهندس وفرق بين المهندس اللي يحب يصير مهندس، في فرق كبير. فرق بين المهندس اللي يبغى كلمة مهندس، في فرق بين المهندس اللي هو اصلا حب الهندسة بشكل مرة كبير. تخرجوا قبل مرحلة التخرج بسنة، جون يا جماعة الخير تغير على اخونا بالله، تغير عليه مرة وصار يغار منه كأنه حرفيا وش كان أخصمه بعض الأحيان. صار يتناقشون وهذاك صار مثقف. حطوا جائزة يا جماعة خير في الجامعة اللي هو مشروع التخرج حقهم، قالوا كل واحد يتوزع المجموعة، يعني كل واحد وهذا معه 4 وهذا معه 4 وهذا معه 4 وهذا معه 4، وحطوا نظام ويبغونهم يخترقون النظام هذا. جون اختار مجموعة ولكن ما اختار خويه. يا سلام، ليه؟ عشان يبغى يثبت انه افضل من الشخص هذا، ما اختار خويه نهائيا. قال لا انت خليك، عشان نسوي تعادل بين المجموعات، انت خليك مع ذولي وانا بصير مع ذولي. حطوا النظام يا جماعة الخير، مجموعة جون ومجموعة أخونا في الله هذا اللي راح أعطيه اسم الآن عشان ما نضيع فيه، راح نقول اسمه أحمد، ورضى أني معطيه اسم من البداية ولكن الراوي. المهم حطوا نظام يا جماعة الخير وقال لي اخترق النظام هذا، كل اختراق راح تكون عليه درجات معينة في كل مرحلة تسويها أو كل خطوة تخطيها، مثلا ضغط كليك عليه نص درجة، اضغط لين جمع 100 درجة. تمروا في نهاية المطاف يا جماعة الخير بعد 3 ساعات، مجموعة جون ومجموعة أحمد تعادلوا في نفس الدرجات. الآن لازم يكون في فايت بينهم اثنينهم. جون ما توقع أصلا، جون كان يتوقع انه هو راح ينهي كل شيء وراح يفوز انه قديم في المجال. المهم حطوا الله يسلمكم النظام هذا وحطوا وقت الاختبار انه راح يكون بعد اسبوع. احمد جاي يكلم جون، حصل جون متغير عليه شوي، كنا مشخصنا معاه. يقول اصلا الاختبار هذا بس حق مشروع، يعني حنا ناجحين دامنا تعادلنا بالدرجات، ولكن هذا حطوه انه عشان يميزون من الشخص الكويس او من المجموعه الكويسه، يعني من اول لو متفقوا مع بعض كان الان ناجحين كلهم تميز. ولكن بعد اسبوع اللي يخترق النظام هذا ويعدل عليه راح ياخذ درجة التميز. وتولع الغيرة في جون، وأحمد ولعت عنده نار المنافسة، يبغى الله يسلمكم يفوز على جون لأنه شاف إنه شوي بدأ يغار منه. حطوا النظام، حطوا الوقت، استعدوا كلهم. أحمد ما راح يراجع عند جون، وجون ما راح يراجع عند أحمد، كل واحد مبتعد عن الثاني. جاء وقت الاختبار، دخل أحمد الاختبار مع الجروب حقه، ودخل جون الاختبار مع الجروب حقه، صاروا يختبرون. أحمد يقول أنا كل ما أفتح شيء حصله يعني يطلع لي شيء أصعب منه ويتقفل بعض الأحيان. يقول على طول أدركت، بما أنه سريع في البديهة، أدركت إن جون قاعد يقفل علي، ما يبغاني أفوز عليه. تمام، عشان بعلمكم النظام الناس اللي ما يعرفون، يكون في تحدي بين شخصين، الشخص هذا يفتح عدة ثغرات كذا، يفتح عدة أشياء ويحل زي التحديات، إذا حل تحدي جون يقفله عشان يرجع ورا. في هذا الحالة من أسرع واحد يخلص وفي وقت وجيز وكل شيء محسوب. المهم استمرت المنافسة بينهم، كل واحد يقفل والثاني يفتح والثاني يقفل وذا يفتح، لين وصلوا للنهاية وفاز فيها جماعة الخير أخونا أحمد. الله، جون الآن فراسه إيش؟ أحمد هذا اللي كان قبل ما يبغى برمجة وكنت أنا أساعد
مساعده، كنت الان انتصر علي. شلون ينتصر علي الشخص هذا؟ خلونا ناخذ بريك وارجع اكمل. طيب يا جماعة الخير، رجعنا من جديد يا جماعة الخير. دائما صار يا جماعة الخير جون يغار من احمد بشكل فظيع مرة، لدرجة انه نسى كل شيء صار بينهم كأنهم مو اخويا ايام زمان. السبب هذا كله هو الغيرة. طبعا الغيرة اذا دخلت في الشيء دائما تهدمه، ما قد عرفنا ان الغيرة تدخل الشيء وترفعه. المهم جاء نهاية المشروع، خلص ونجح فيه احمد، وجاء راح توجه على طول جون وقاعد يبغى يشكره عشان يعني يكسر الشيء اللي صاير بينهم او الشحنات اللي صايرة بينهم. سلم عليه، ولكن يقول احمد ان سلام جون كان لي بارد، ما كان هو السلام الحار المعتاد. حسيت بشيء غريب، انا ما زعل جون، ما سويت له اي شيء، الشيء اللي بيني وبينه اللي هو المنافسه. سبحان الله، مشاها احمد مشى السلام البارد اللي تعرض له من جون. قال خلني اكبر راسي واكبر دماغي، وما له داعي ادخل بمشاحنات بيني وبينه، ما راح لا تفيدني انا ولا تفيده هو. يعني بيني وبينكم احمد لعن الشيطان ومشى. مرت الايام يا جماعه الخير، احمد وهو راجع البيت حصل جون طالع من نفس السكن اللي كان ساكن فيه هو احمد. جاء احمد على طول مباشره، وش فيك وش صاير؟ طبعا الكلام هذا كله في لندن. قال له يا احمد انا برجع وخلاص، شكرا يعني، مع السلامه. اصر عليه احمد انه يتكلم، يقول له انت فيك شيء؟ فيك شيء؟ في شيء مزعلك مني؟ في موضوع بيني وبينك مسبب الحساسيه هذه كلها؟ قال له ما بيني وبينك اي شيء، وبالتوفيق لك ومع السلامه. المهم طارت طياره جون ورجع جون لبلاده، واحمد قاعد عند اهله وقاعد يطور نفسه بشكل مره رهيب، واستمر يا جماعه الخير في برمجه الحاسب وصناعه المواقع، واشتغل ذيك الوظيفه الزينه والراتب العالي مره. يعني صار الرجال هذا مقتدر لأبعد درجة. مرت السنة الأولى، السنة الثانية، لين السنة الخامسة، حن الشوق جوا أحمد. تعرفون إذا كان لك شخص عزيز عليك، لو بينك وبينه أشياء كثيرة أو متزعلين، يجي لحظة الحنين تحن للأيام اللي كنت فيها أنت وياه، مبسوطين، قاعدين تأكلون، تطلعون، كانت حياتكم كلها مع بعض، وخاصة إذا كانت مرحلة دراسية، تأثيرها يكون عالي مرة. اتصل أحمد على جون، ما رد عليه. اتصل مرة ثانية، ما رد عليه. اتصل مرة ثالثة، رد عليه شخص غريب. قال له أحمد هلو جون. يقول له أصلا اللي رد عليه، أنت مين وش تبي؟ من جون وش قاعد تقول أنت؟ شكلك غلطان. قال له ستوب، هذا الشخص، هذا الرقم رقم جون، او الرقم هذا جديد ما اخذه؟ قال لا، الرقم هذا له 4 سنوات عندي. احمد على طول مثل ما عرفنا ان عنده سرعه بديهه، قال انت وين مكانك بالضبط؟ استغرب هذا اللي رد عليه، بعد محاولات ومناقشات علمه وين مكانه. قال وين الرقم هذا؟ من وين اشتريته؟ طبعا احمد يبغى يعرف الرقم هذا عشان يعرف المنطقه اللي ساكن فيها جون، يعني بما ان هذا الشخص شرى الرقم هذا معناه ان جون باع الرقم هذا عند منطقه قريبه من بيتهم. اعطاه الموقع اللي شرى منه الرقم، وقاعد يسجل احمد الموقع حقه، يبغى يطلع الجون يشوف وين اختفى. مثل ما قلت لكم قبل ان جون يا جماعة الخير كان فيه مرض الانيميا، والمرض هذا خطير مرة. شاف اقرب رحلة احمد عشان يروح الجون، حجز تذكرته وطلع المنطقة معينة في الصين يبحث عن جون في كل مكان. بحث لين حرفيا انقطع نفسه. واحمد كان سائل جون، قال له انت وين دارس المتوسط؟ وكان يسولفون يعني يعلم اسماء المدارس، طبعا الاسماء هذه كلها بالصينية، فاحمد يعرف شوي صيني تعلم من جون ايام زمان. سأل عن المدرسة المتوسطة هذه ودلوه عليها، وصل عند مدير المدرسة. قال له معاك أحمد، أنا جاي أبحث عن صديق لي هنا بالاسم الفلاني هذا. قال له جون. قال له ما عندنا أحد اسمه جون. قال هو قال لي إن اسمه جون. قال أصلا عندنا في الصين ما نسمي جون، ولكن أنا راح أساعدك في شغلة معينة. أنت تعرف وجه الشخص هذا زين، بما أنك تقول هذا الشخص من زمان وأنت تعرفه، وهو خويك وعلى الحلوة والمرة معاك، تعرفه زين أنت؟ قال لي أعرفه. قال له طيب هو خويك من متى؟ قال له من ثالث متوسط أو في سن 14 أو 15 سنة. قال المدير يا سلام، أنا مدير في هذه المدرسة لي ما يقارب 25 سنة، راح أعرض عليك صور الطلاب، وإذا عرفت خويك راح أعلمك اسمه وأعلمك المنطقة اللي ساكن فيها. استانس أحمد، قال له ما عندك مشكلة، ورني الصور. خويي هذا أعرفه زين. عرض له صورة ورا صورة، صورة ورا صورة، صورة ورا صورة، وصلوا ما يقارب 40 صورة. قال له ولا واحد من 40 صورة هذه. قال له شلون ولا واحد من هذولي؟ قال له يا أخي أنا اللي أعرفه خويي هذا ثالث متوسط، كان من المتميزين وكان من الناس الأذكياء. قام يشرح له وقال هو يحب البرمجة. هنا المدير يبغى يعرف هل هذا الشخص صادق أو لا. قال هو من الناس المتميزين؟ قال لا. ايه؟ قال في المدرسة عندنا في شيء اسمه المدرسة العظمى، هذه المدرسة فيها الملفات، فيها كل شيء، فيها البيانات، فيها الداتا، فيها كل شيء. راح اوصي شخص هناك تروح له وراح يعلمك جون وينه فيه، يوريك الصور، واذا عرفت الشخص راح يعلمك وين مكان جون. اتصل المدير حرفيا على شيء نسميه زي الوزارة، والوزارة هذه كبيرة مرة. احمد طلع الله يسلمكم من المدرسة
المؤسسة هذه في اليوم الثاني للوزارة هذه، وعرضوا عليه ما يقارب آلاف الصور، آلاف مؤلفة حرفيا لكل الطلاب اللي تخرجوا في السنة ذيك لكل منطقة الصين، صورة ورا صورة صورة ورا صورة. وكان مشكك في بعض الصور، فجمعوا خمس صور كذا، في الأخير قارن بينهم قال ولا واحدة من ذا الصور صورة جون. قال له حق الإرشيف وحق البيانات، كيف ولا واحدة من ذولي؟ متأكد أنت؟ أنت في مخك شيء؟ أنت متأكد؟ يا ولد هذولي كل اللي درسناهم عندنا في الصين، وشلون تقول ولا واحد منهم؟ قال والله العظيم ولا واحد منهم. قال له اسمع، ايش رايك تجيني يوم الاثنين ابغى اجلس معك جلسه خاصه، اتوقع اني عرفت من الشخص اللي تقصده انت. قال له خلاص ما عندك مشكله. كان باقي على يوم الاثنين يا جماعه الخير بس يومين. قال له خلاص وعدنا باذن الله في الكافي الفلاني وحدد المكان واتفقوا. يعني خلال يومين هذه احمد عندك كذا صوره جون مصورها لبعض المناطق هناك، يعني مصور صورته وراء خلفيه مثلا مزرعه، وراء خلفيه حديقه، في احد الصور كان وراء خلفيته سياره، والسياره هذه باينه الارقام حقت اللوحه. قال خلاص خلال اليومين هذه خلني اطلع للمرور عندهم عشان اعرف وين السيارة هذه، في أي منطقة ومن صاحبها. يا سلام، راح المرور توجه لأقرب قسم. مثل ما عرفنا أحمد واعتدنا عليه الآي كيو العالي، قوة البديهة العالية اللي عند أحمد، اتجه للمرور. أول ما دخل للمرور تكلم مع الضابط وقال له في شخص أنا سويت معاه حادث وأبغى أعرف وين منطقة سكنه عشان أرفع أوراقه للمحكمة. طبعا هذا الاعتياد اعتياد عادي لدى الحكومة الصينية. يا سلام، عطاه المعلومات وكان أحمد قاعد يسجل معلومات، خذ المعلومات وخذ المنطقة وخذ كل شيء. قال وعلمه وين مكان السيارة هذه. اتجه احمد في يوم الاحد اللي هو قبل الاثنين للمكان هذا. اول ما اتجه للمكان هذا ويناظر الصور اللي معاه الجون، حصل نفس الخلفيات موجوده، الشجر موجود، والسياره اللي كان مصور خلف جون موجوده، هي السياره نفسها. ولكن اسم الشخص ما يعرف احمد، لانه قال له حق المدرسه احنا ما نسمي اصلا في الصين شخص اسمه جون. كذا هو قاعد يبحث ويطق البيبان ويطق البيبان، ينتظر احد يطلع له عشان يتناقش معاه ويقول له هل في شخص بالاسم هذا عندكم او لا، وابغى اشوف الناس اللي عندكم عشان ممكن اعرفهم، لان انا عندي صديق قديم كان موجود هنا في المنطقه الفلانيه هذه وقد زرته انا من قبل. الكل كان يقول له لا 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 من هذا الشخص ما نعرفه، الا في شخص شايب كذا قاعد في الزاويه، كبير في العمر، يمكن عمره في 60 او 70 او 80، 60 توه صغير، ممكن 80 او 88. مشى جون الا يناديه الشايب، قال له تسال عن مين انت؟ قال اسال عن صديق كان موجود هنا. سال الشايب قال له هل خويك هذا كان يحب الاجهزه الكمبيوتر الالعاب؟ قال له ايه. قال انتبه تسال عنه مرة ثانية. قال له ليه؟ وش صاير؟ وش حاصل؟ هذا خويي من زمان أعرفه، وش صاير له يا ولد؟ إلا الشايب هذا ينادي باسم غريب كذا، إلا شوي وتطلع بنت في العمر 23 أو 24. قال لها الشخص اللي تبحث عنه ترى هذه أخته. استغرب. قال له طيب جون وين فيه؟ هل أخوك جون موجود؟ يوم قالت أخوك جون اللي هي تقعد تبكي. شو السالفة؟ وش صاير؟ وش الموضوع؟ قالت ما أقدر أقول لك. قالت ما أقدر أقول لك في المكان هذا. تعال معي عند الباب. وراح أحمد من طيب نية يبغى يعرف. قالت أخوي خذوه ناس غريبين وصاروا يستغلونه ويهددونه بعائلتنا، والناس الغريبين هذولي ناس عندهم نفوذ وقوة انت ما توصلها ولا انا اقدر اوصلها. قال طيب وين اخر مكان قابلتي فيه اخوك؟ قال اخر مكان قابلت فيه اخوي كان في الكافي في شارع اسمه شارع سي. طبعا الكافي اللي كان موعدة حق الوزارة مع احمد هو نفس الكافي هذا. يا سلام، هنا احمد صار ينتابه الشك، ايش قاعد يصير؟ الموضوع مو مثل ما انا متخيل، موضوع اكبر مما انا اصلا متوقع. وهل اقابل الشخص اللي بكره او لا؟ لا يكون الشخص هذا مع المنظمه هذه. انتابته شكوك واجده مره بخصوص خويه جون. اخ يا جون اخ. قال طيب وش بعد تعرفين؟ قالت انهم قالوا اذا تبغون اخوكم يرجع لكم لازم تدفعون 100,000 دولار عشان نرجع ولدكم هذا لكم. هنا احمد يقول انا ما معي 100,000 دولار، وبعدين لو معي انا في مدينه غريبه ولو دفعتها ممكن تروح لاشياء غير، يعني فهمت، يعني اشياء غير رسمية، في الشيء هذا خطير بالنسبة لنا. فيقول أحمد أول ما قال 100,000 دولار وحسيت المبلغ كبير، تذكرت صديقي الإيطالي القديم اللي كان يدرس معنا. الشخص هذا كان ما شاء الله معاه فلوس وأموره زينة، قال راح أتواصل معاه وإن شاء الله إنه يرد علي. شوي للبنت تعطي أحمد تقول شوف هذا الرقم، إذا أنت تبغى تطلع جون هذا الرقم اللي أعطونا إياه تتصل عليهم فيه وبعدها راح تقدر تطلع جون. قال خلاص أوكي. طلع أحمد على طول شال نفسه ضايق تعبان، خويي اللي كان يدرس معاي الآن محبوس مع عصابة مختلفة، عصابة ما هي نفس أي عصابة، عصابة عندها نفوذ لأبعد درجة. اتصل على خويي الإيطالي، مرحبا كيف حالك؟ تمام، عرفتني أنا أحمد، تقدر تجي الآن الصين؟ قال الآن ما راح أقدر، ولكن أعطني 3 أيام بكون عندك في الصين. ولكن وش السالفة؟ قال خوينا جون في مشكلة ونحتاج مبلغ 100,000 دولار. الإيطالي قال أنا من وين أجيب
اجيب لك 100,000 دولار. قال له حاول تدبر من شتى الطرق وانا راح ارجعها لك باذن الله خلال شهرين، لاني انا الان ماخذ اجازه بدون راتب وما معي المبلغ اللي راح يغطي ال 100,000 دولار هذه. قال خلاص اوكي تمام، وراح حددوا مكان وراح يتقابلون فيه خلال 4 أو 5 أيام. ولكن احمد قاعد يدور في راسه الشخص اللي في الكافي هذا هل اقابله ولا ما اقابله. راح احمد شال نفسه وراح يراقب الكافي عن بعد قبل الموعد المحدد ما يقارب 60 دقيقة. قاعد يراقب المكان، اول 10-20 دقيقة راحت لين الوقت الموعود، ما حصل ان الشخص جاء لنفس هذا الكافي. هنا قال احمد وهدى احمد كذا، قال شكله انا شكوكي كانت غريبة، ممكن ركب الموضوع حق جون مع موضوعي وموعدني على نفس الكافي هذا، فتوقع انا شوي شكيت في الموضوع. فجأة كذا بعد 5 دقائق 10 دقائق لاحظ الشخص اللي كان يتوعد معاه طلع في نفس المحل، ولكن هو ما دخل المحل، يعني حصل على كرسي قاعد ولا دخل من برا المحل. المهم مثل ما عرفنا احمد عنده الاي كيو عالي، استنتج قال هذا الشخص شكله كان داخل المحل، واكيد داخل المحل في مخبى سري مغبين فيه خوينا جون. بنتظر هذا الشخص يروح بعد ما اختفى الشخص هذا وطلع من المحل ولا قابله نهائيا. دخل هو المحل يستكشف، ناظر يمين ناظر يسار، الناس يمشون رايحين جايين، وين المخبى السري اللي انا قاعد اتخيله؟ ما لاحظ اي شيء. مرت 3-4 أيام الا وصل خويه الايطالي، خويهم القديم هذاك اللي كانت عنده سيارة قديمة، كانوا يروحون فيها للمدرسة ويوم يعتذرون للمدير، وكان عنده مثل ما قلنا الاي كيو شوي عالي، واحمد كان عنده حسن الكلام والطلاقة ويعرف يتصرف بشكل كويس. وصل خويه وقال له ان هذا الرقم لازم نتصل عليه عشان الله يسلمك نطلع خوينا. وش وضع خوينا؟ ويقعد يسرد له السالفة كاملة من الى. قال معاك المبلغ؟ قال اي نعم معي المبلغ، يلا خلينا نتصل على الرقم ونخلص. قال اسمع اسمع، قبل ما نتصل ابغى اروح عند الكافي هذاك، الكافي هذاك انا شاك فيه وشاك في موضوعه. قال لا خلاص اوكي ما في مشكله. بلحظه الاتصال هذا اتصل على الرقم المطلوب. طبعا يوم اتصل على الرقم المطلوب رد عليه شخص بنبره صوت متغيره. الو السلام عليكم. رد عليه نعم من معي؟ قال حنا نبغى نطلع خوينا جون. قال له مباشره انت احمد؟ انصدم احمد، قال جيت عشان اطلع خويك؟ قال له اي نعم انا جاي ابغى اطلع خويي. ولكن احمد شك الان، كيف عرف اسمي؟ شلون قدر يجيب اسمي؟ فادرك احمد ان الناس هذول متمرسين لابعد درجه. قال له هل جبت مبلغ ال 100,000 دولار؟ قال له اي نعم. قال طيب وين حاب تقابلنا؟ وش الاسلوب اللي راح يكون فيه المقايضه هذه؟ قال اول شيء ابغى اشوف جون موجود ولا مو موجود. قال لا تخاف خويك موجود. قال سمعوني صوته ابغى اسمع صوته. وراحوا جماعه الخير وسمعوا صوت جون، عرف ان جون بخير وبصحه وعافيه. قال بس وين نتقابل؟ وش الخطه اللي راح نسويها؟ اتفقوا يا جماعه الخير ونظموا كل شيء، واتفقوا على الموعد اللي راح يسلمون فيه جون وياخذون ال 100,000 دولار هذه. خلاص يبغون خويهم هم بالهيبه. المهم يا الربع يتقابلون يبدلون بين بعض، عطوا ال 100,000 وخذوا جون. خذ جون خمه على طول وركب على السياره ومشوا. الحين مستنسين انهم رجعوا جون، ولكن جون كان غير راضي نهائيا، غير راضي. ما هو جون القديم. وقفوا على جنب وقعدوا يسولفون مع جون. انتوا استغربتوا صح ان مهمة التسليم صارت بسيطة كذا صح؟ لان جون يقول استغلوني بشكل مرة كبير، يقول طلعوا مني ما يقارب 3 مليون دولار، ال100,000 هذه خلاص خلصوا مني يبغون يقطوني، وكانت تعاملاتهم كلها عن طريق البيتكوين. جون ناظر في احمد كذا وقال له بقول لك شيء يا احمد، ولكن تكفى يا احمد ابغاك يعني تركز معي في الموضوع. رجع فلاش باكي ل6-7 سنوات قبل ايام الجامعة. قال تتذكر ايام الجامعة يوم كنت ما ابغى اجلس معك ولا كنت ابغى اتحدى انا إياك، ولا كنت أبغاك تكون معاي في التيم؟ قال ترى يا أحمد سويت كل هذا لأني كنت مهدد، وأنا اللي كنت أقفل الثغرات عشان ما يحطون العين عليك. يا أحمد أنت وصلت لفل مرة كبير، أحمد هذه منظمة من الدارك ويب، منظمة خطيرة مرة، فأنا كنت أسوي الأشياء هذه كلها عشان بس ما تجيك أي مشاكل ولا أبغاك تتضرر نهائيا، لأنك يا أحمد أنت مثل أخوي. أحمد استغرب، أنا كنت أظن أن هذا الشخص يبغى يضرني، صار الشخص هذا يبغى يحميني. سبحان الله بعض الأشياء ما ترى بالعين المجردة ولا ترى بالنية ولا بالظن. فعشان كذا يا أحمد أنا سويت كل هذا. لطالي مستغرب قال جون اسمعوني زين، راح نسوي خطة، والخطة هذه راح نرجع فيها الفلوس اللي صارت كلها. موقعهم الأصلي يا جماعة الخير تراه في الكافي، في ورا في الكافي في مدخل يدخلونه، وفي نفس الغرفة هناك يتعاملون بالأشياء هذه الخطيرة. كان أول يخلوني أسرق بطاقات وأحول البطاقات هذه لبيتكوين، بعدين أحول بيتكوين هذه لحساباتهم الخاصة. بنبغى نرد الثأر عليهم، بما انك يا احمد صرت متمرس ابغى وقفتك معاي. قال احمد موضوعك عندي. قعدوا يخططون كذا في خطه وفكره حلوه، طلعت معهم الفكره هذه. زاد على كذا جون قال ما يد احمد، يا شفت حق الوزاره هذا؟ لو دخلت للكافي كان خذوك وحطوك معاي وصاروا يستغلونك، ولكن زين انك ما دخلت لذاك الكافي ولا قابلت الشخص هذا، وهم تراهم مخفين كل معلوماتي.
قال له اوكي طيب يا جون وش الخطه اللي في راسك؟ قال راعي الكافي هذا انا راقبت حساباته وكنت قاعد اراقب جهازه وانا قاعد اشتغل معهم، عنده سفره راح تكون في ايطاليا بعد اسبوعين. كذا اول ما قال ايطاليا التفت الايطالي اللي قدام، ايطاليا موضوعها عندي. قال طيب زين اسمعوني زين ركزوا معي، الخطه كالاتي، نبغى نطلع ايطاليا في اقرب طياره الان وراح ارجع فلوسكم كلها كامله، ولكن ابغاكم تسمعون الخطه هذه. اول ما نسافر لايطاليا نبغى نحجز فندق نفس الفندق اللي هو مستاجر فيه، اللي هو المجرم هذا اللي تبع الدارك ويب، ونراقب كل تحركاته في اول 3 ايام. وابغاك يا احمد تدخل فندق وتخترق كاميرات الفندق، وابغاك تعرف تحركاته والوقت وتسجله في الدونه باقل التفاصيل وامل التفاصيل. وانت يا خوينا الايطالي ابغاك تجمع لي عصابه محترمه في المنطقه ذيك. قال له خلاص ما في مشكله. احمد توجه الفندق وسجل معلومات. خوينا جون ما يدرون ايش راح يسوي. جون كان يراقب يا جماعه الخير محلات الصرافه اللي يستخدمها هذا اللي مع المنظمه الدارك ويب، ويشوف وين يصرف الفلوس هذه وكيف يحولها ومن تطلع له وكيف يجيبها وكيف يحول الفلوس اللي معاه. قاعد يراقب لاحظ ان هذا الشخص اصلا كان يحاسب عن طريق الجوال، ولاحظ طرق الدفع هذه ما لها اي ايصالات تطلع، فعرف ان طرق الدفع هذه عن طريق البيتكوين. قال بس خطتنا نحن نراقبه ونراقب الشخص هذا وين يروح وين يجي. لاحظوا ان عنده حفله شوائيه راح تكون على الشاطئ، راقبوه وتابعوه. في لحظه او وهله هذا الشخص طلع يبغى يروح لدوره المياه الله يكرمكم، ويدخل عليه احمد والشخص الايطالي ويمسكون الشخص هذا ويدخلون السياره بالغصب. الا جون داخل السياره كان يهدده بالسلاح، قال الان تحول كل الفلوس اللي معاك الى المحفظه هذه، وخذوا منه كل شيء ثمين، ساعه الرولكس، اي شيء معاه ثمين خذوه، واجبروه انه يحول محفظه جون مبلغ 120,000 دولار، 100,000 دولار لاحمد والايطالي، و20,000 دولار لاخونا جون. ونزلوهم السيارة بعد ما أخذوا كل شيء معاه ورجعوا لمدينتهم. أول ما رجعوا المدينة على طول جون توجه للحكومة الصينية وقال لهم السالفة من البداية للنهاية، وأن في منظمة تشتغل على الشيء هذا وسرقة الناس والاختلاس، وأنهم يسرقون بطاقات المستخدمين بشكل كبير ويبعونها داخل الدارك ويب. فانطلقت عليهم الحكومة الصينية وسجنتهم كلهم، وأحمد استانس برجوع جون، والإيطالي مستغرب على كل شيء صار. حرفياً القصة هذه قرايتي لها حسستني بشيء غريب. القصص يا جماعة الخير دائما تعلمنا أشياء أو ترسلنا أهداف أو تنمي فينا أفكار. القصة هذه بعض الأحيان الشخص إذا ابتعد عنك مو معناه أنه ما يبيك، ولكن ما يبغى يضرك في الفترة هذه. فإن الشخص إذا ما سمع لك أو ما عاد صار يجيك انوي نيتك الزينة للشخص اللي يبيك أو اللي ما يبيك. هذه حرفيا الثمرة اللي استفدتها من قصة اليوم. لهنا وصلنا لنهاية مقطع اليوم، أتمنى أني وفقت في روايتي لهذه القصة. شكرا لكاتب هذه القصة يعطيه ألف عافية، والله متعتني وأنا راجع قسم بالله العظيم. إن شاء الله أنكم استمتعتوا، لا تنسوا تضغط على لايك وتشترك بالقناة. أشوفكم في أمان الله، سلام عليكم.